ثلاثة بالله العظيم ما يحصل، أنا أروح لياسر تاني؟ إطلاقا. بعت مانجا، نزلت باحترامي زي ما أنا مانجا، طلعت مانجا، قلت أنزل باحترامي زي ما أنا جميز، ها ها وقعت. كده يبقى 7-5. برافو. لا أكمل، إيه كمل كمل كمل. بس بقى اتفرجوا على كرتون. حاضر حاضر. إيه أنا بقول لهم هم؟ أنت تعالى. في حاجة غلط. طبعا يا حبيبتي، عشان هشام كان بيسدد لك مصاريف الكريدت كارد أول بأول. الله يخرب بيت الكريدت كارد على اللي اختار على الكريدت كارد. بجد يعني أنا ما بحبوش أبدا، عشان كده ما جبتوش. يفضل يضحك عليك، تسحبي 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 تسحبي، وأوب يديك على بوزك. طبعا يا ابني مش مقيمة هنا، بس كل البلاغات اللي ضدها بنستلمها هنا. حضرتك والدها؟ آه. وهوقع لك حالا. يا ترى البلاغ المرة دي بيقول إيه؟ لا ده مش بلاغ، ده إنذار بالطاعة مقدم من الأستاذ هشام محمود عسل. إنذار بالطاعة.